ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله درس جديد من دروس تجويد كتاب الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله هنبدأ في الكلام عن باب الوقف والابتداء. طبعا في الدرس الماضي تكلمنا عن السكت وتكلمنا عن السكتات في القرآن الكريم، وطبعا قلنا إن السكت الفرق بينه وبين الوقف، إن السكت هو وقوف على كلمة بدون تنفس بنية العودة إلى القراءة، تمام؟ الفرق بينها وبين الوقف، بين السكت وبين الوقف، إن أنا بسكت على كلمة، هو السكت والوقوف على إيه؟ والوقوف على كلمة، ده هنا بدون تنفس، هنا بإيه؟ بتنفس، بتنفس فيه عند الوقف، تمام؟ بنية العودة إلى القراءة. يبقى الفرق بين السكت وبين الوقف إن أنا بقول في السكت كلا بل ران، كلا بل ران، ما بتنفس، إنما في الوقف أنا بقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، أنا وقفت وأخدت الإيه؟ نفسي، تمام؟ ده اسمه إيه؟ ده اسمه الوقف. يبقى ده الفرق بين السكت وبين الوقف اللي اتكلمنا عنه في الدرس الماضي، وده إن شاء الله اللي هنتكلم عنه النهاردة. يبقى الوقف في اللغة، اللغة هو الحبس، علشان طبعا تعرف القاعدة مظبوط. في الاصطلاح هو السكت أو الوقوف على كلمة بتنفس بنية العودة إلى القراءة. الوقف بينقسم عندي يا جماعة لقسمين، وقف اضطراري ووقف اختياري. ركز في الكلام. الوقف الاضطراري أن يقف القارئ حيثما اضطر للوقف بسبب، في سبب، ان زي ايه؟ حدث له عطاس، سعال، ضيق، تمام؟ في النفس. يبقى ده القسم الاولاني من اقسام الوقف، وده الوقف الاضطرار. لو حدث ان انت وانت بتقرا حدث ضيق تنفس، حتى لو كان الوقف ده هيبقى وقف قبيح او اقبح من القبيح، فما بتؤاخذش عليه بسبب الايه؟ بسبب ان انت عندك اضطرار للوقف في الحاله دي، وده النوع الاولاني من انواع الوقف. طيب عند الوقف الاختياري، الوقف الاختياري ينقسم عندي الى قسمين، قسم جائز وقسم ممنوع. وقسم ايه؟ ممنوع. القسم الجائز ده بينقسم عندي لثلاث اقسام، تام وكافي وحسن. وقف جائز، تام، كافي، وقف حسن، تمام. عندي الممنوع بينقسم لنوعين، قبيح واقبح من القبيح. يبقى عندي الوقف الاختياري بينقسم عندي إلى جائز وإلى ممنوع. القسم الجائز عندي وقف تام، وقف كافي، وقف حسن. عندي الوقف الممنوع بينقسم لقسمين، قبيح وأقبح من القبيح. الصورة اللي أنا عايزك تعرفها النهاردة والشكل ده، إن أنت حضرتك تعرف لي إيه الفرق بين السكت وبين الوقف. زي ما اتكلمنا، هنا تنفس، هنا مفيش تنفس، هنا وهنا في تنفس في الوقف. عايزك تعرف لي الأقسام بتاعة الوقف، من حيث إن هو في عندي وقف اضطراري وعندي وقف اختياري. وقف اضطراري الإنسان بيضطر إن هو يقف في الإيه؟ ويقف عند القراءة. وعندي وقف اختياري ينقسم لقسمين، جائز ووقف إيه؟ ممنوع. الجائز تام وكافي وحسن، والممنوع هو القبيح وأقبح من القبيح. طبعا إحنا الكلام إن شاء الله في الدرس القادم هيبقى عن
الوقف الجائز اللي هو الكلام عن الوقف التام والوقف الكافي والوقف الحسن. والأمر ده طبعا هنبدأ إن إحنا نطبقه في المصحف ونعرفكم إن شاء الله يعني إيه الوقف التام وتعريف القاعدة. بس أنا في الأول عايزك تعرف الأمر النظري الإيه القاعدة ككلام نظري، وإن شاء الله عندما أشرح الأمر ونطبقه إن شاء الله في المصحف هتجد إن شاء الله أمر ميسر بفضله سبحانه وتعالى. ده بالنسبة إن شاء الله لبداية وتعريف للوقف ومدخل لهذا الباب العظيم الذي يعطي جمال في القراءة. عندما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، تعرف إن هذا الباب باب الوقف والابتداء دام من الإنسان يكون ماهر في قراءة القرآن لما تعرف هذا الباب العظيم. وإن شاء الله بفضله سبحانه وتعالى لن تجد فيه عسرا، إنما إن شاء الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل إيه فهل من مدكر. نسأل الله الكريم الحليم أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.